التعامل مع الجن والسحر وإعلانات جلب الحبيب وحديث موسع مع روحاني على الهواء مباشرة في برنامج نبض البلد بعد قليل. التعامل أيضا مع الجن والسحر هو تعرضه الحلقة كتحقيق استقصائي حول السحر والشعوذة في الأردن مدعم بآراء خبراء قانونيين. بسم الله، بسم الله، بارك الله، واتبع قول لا إله إلا الله وبعزة لا إله إلا الله.